أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز الحج للحائض؟ نعم يجوز، لأن أنت الحائض تحرم بالحج والعمرة، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وأما بقية أعمال الحج من الوقوف في عرفة، المبيت في مزدلفة، ورمي الجمار والمبيت بمنى، كل هذا تفعله وهي حائض، إلا الطواف بالبيت. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي محرمة، قال لها افعلي ما يفعل الحاج، خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم جزاكم الله خيرا. وكذلك في العمرة، نعم تحرم بالعمرة، وإذا وصلت إلى مكة تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل ثم تؤدي العمرة. نعم.